ما بين البطن والحوض تمادي، لكن احنا بنقسم للدراسه التشريحيه الحوض لحال والبطن لحال. قلنا بيفترق البطن، يفترق البطن عن الحوض بواسطه مستوى يمر من العجز بالخلف والجانبين الخطين الانتهائيين من عظم الورك، حدب العاني وعرف العاني والحدب العاني في الامام. يوصف كل من جوف البطن وجوف الحوض بشكل منفصل، على الرغم قلنا من انه هن متواصلين. قلنا تعصيب البطن، تعصيب البطن هو بيجي من الصدر، منطقة الشرسوف بيجي من العصب الوربي السادس السابع والثامن وجزء من التاسع، لكن منطقة السرة بتجي من أعصاب الوربي التاسع والعاشر، والمنطقة الخثلية قلنا من العصب الحادي عشر وتحت الضلعية، أي عندنا كلهم من أعصاب الوربي، وأحيانا بيجي من عصب الحرق في الخثلي والحرق في الإربي، والمنطقتين القطنيتين الوحشيتين اللي تحت بيجي من أعصاب الوربي السفلي خلفية طبعا. إذا قسمنا، حنقسم دراسة جدار الصدر إلى ثلاث أقسام، وإنما ندرس الجدار الأمامي لحال، التجويف لحال، البطني وأيضا جدار البطن الخلفي لحال. وقلنا الجدار البطن الأمامي مثل كل المناطق بتألف من جلد، تحت جلد اللفافة سطحية واللفافة عميقة يعني اللفافات، وعندي العضلات، وعندي من الداخل حيجي أيضا البرتوال. الناتر الرهابة قلنا اللي هو نهاية الزيل الرهابة، فهو بيكون ناتر الرهابة. قلنا عندنا الشيء الثاني اللي بيهمنا هو الحافة الضلعية، حنمر عليهم بسرعة. كل الناس حافة ضلعية من ايش مشكلة؟ 7 8 9 10، وايضا عندي الاثنين السائبين 11 و12، عندي عرف الحرقفي اللي قلنا عليه بهذه المنطقة الحافة الضلعية، وعندي عرف الحرقفي الأمامي، هاي عرف الحرقفي، وعندي الشوك الأمامي والشوك الخلفي. الارتفاق العاني هو نعم هي ارتقاء الاثنين. الرباط الإربي أيضا أن الرباط الإربي هذا هو الرباط الإربي، شايفينه الرباط الإربي ما يمتد ما بين شوك الحرق في الأمامي، وهو مشكل من الصفاق يلي من العضلات تبع البطن اللي هناخدهم هلا بالتفصيل. طبعا بيمر منه، شايفين حيمر منه الأسهر والحبل المنوي ومحتوياته، وعند النساء بيمر الرباط المدور الرحم. طبعا كثير مهم دراسة جداره، حناخده بالتفصيل. الخط الأبيض انه هو يقع على الخط الناصف للبطن، هو التقاء العضلتين. يقسم البطن بخطين عمودين وخطين افقيين الى 9 مناطق. طبعا خلينا نحكي الخط العمودي الجانبي منين بيمر؟ العمود الجانبي من منتصف الترقوي. ترقوي؟ هلا هو يعني حقيقه الاسهل انه في عندي العضله المستقيمه على طرفها من اثنين، على طرف المستقيمه ومن منتصف الخط الاربي والقطب. نعم، وبين الحافه الضلع التاسع. هذا التاسع شايف؟ يعني عندي طبعا هو خط وهمي متخيله، يعني ما انه والله كل واحد بكره بيجي على هذه بتمسك هيك خلم بلاستر بتقسمه هيك 9 مناطق وبتقيس بالمسطره حتى تقعد تشتغل. فانت بتدوس هون الضلع التاسع منتصف الترقوي منتصف، حسب ما انت الاسهل بتقول بتحد، يعني بتتخيل انه هذا الخط العمودي بطبع بالنحت. اما الخط الافقي العلوي منين بمر؟ ضد ذروه الغضروف العاشر. هذا اذا قلنا هي الغضروف، هذا وين؟ العاشر، يعني حارب الضلعي بالضبط، اخفض تقريبا زاويه بالحافه الضلعيه. بينما السفلي منين بيجي؟ من الحدبتين العانيتين، ما قلنا العاني له حدبي، هي الحدبي شايفين هي الحدبي هون في له حدبي، فبتجي تقريبا من الحدبتين العانيتين، فبتقسم بتلاقي عندي صار عندي 9 مناطق تشريحي. حقيقه طبعا هي الصوره يعني مشان تشوف انه المراق الايمن، وين المراق الايمن؟
إذا عندي القسم العلوي شو سميناه؟ المنطقة الشرسوفية، ما هي؟ المنطقة الشرسوفية اللي هي اسمها الإبيغاستريوم. طبعا هني ثلاث مناطق بنفس التسمية، إبيغاستريوم، هايبوغاستريوم، والثالثة هلا بنشوفها. إيه. فالبراق الأيمن اللي هو المنطقة اليمنى من الشرسوف. ماشي؟ عادة باليمين هو الكبد، وكل ما يخص الكبد لح تشوفوه هناك، مرارة الكبد، الحصوة، الضخامة، كلها بتجسة، وحتى يمكن ضخامة الكبد بتصل أوقات عند السرة يعني. يعني في أمراض بتشوف الكبد عند السرة أو الطحال حتى بتشوفه بعض الأمراض. فإذا هي المنطقة المراق الأيمن اللي بيخص الكبد، بينما المنطقة الشرسوفية هي المنطقة المتوسطة اللي تحت زي الخنجر، يقولنا تحوي الفصل الأيسر من الكبد والانحناء الصغير من المعدة. المراق الأيسر اللي هو المنطقة اليسرى من المنطقة الشرسوفية اللي هي فيها الطحال والمعدة. المنطقة المتوسطة شو سميناها نحن؟ منطقة السرة. فاليمينة سميناها شو؟ قطنية يمنى، واللي لا قطنية المتدرج عليها القطنية، ليفت لمبر ريجون ورايت لمبر، يعني القطنية. الخاصرة كلمة عامة، نحن بنقول خاصرة، لكن عم نحكي باللغة الطبية. يوم تكتبي بكرة في ندبة أو في ورم، في بالمراق الأيمن، بالمراق الأيسر، بالقطنية الأولى اليمين، من ناحية القطنية يعني منطقة السرة، يعني بده يكون في تحديد مهم أنت وين عم تشوف المشكلة. إذا بالوسط سميناه سرة، وقطنية يمنى وقطنية يسرى. بينما الأسفل طبعا الخسلية هي المتوسطة، إذا عندي بالخاصة. لكن نسمي اليمين شو بنسميه؟ الحرقوفية اليمنى والحرقوفية اليسرى، يعني ليفت انجوينال ريجون أو رايت انجوينال ريجون. إذا هذه التسع بتقول إذا الحرقوفية اليمنى وين؟ يعني محل ما نفحص الزادي بالعادي. يوم نقول الحرقوفية اليسرى، اليسرى إما بتكون يعني عنده مشكلة بالكولون أو بالسين أو كيسة مبيض عند البنات، أو يكون عندي حصية حالب سفلية. يعني بهذه المناطق نقدر نوصف أين الآفة تقع. إذا نحن بلخص عندنا تسع مناطق، شو هني المناطق؟ من الأعلى بالنصف شو في عندي؟ إذا شرسوف مراق أيمن وأيسر، بالوسط شو في عندي؟ إذا سرة بالنص، قطني وقطني، وبالأسفل شو في عندنا؟ جيد. إذا هاي طيب، لا نأخذ بقى نبلش بجدار البطن الأمامي والجانبي، إنه الأمام وبلف نأخذهم مع بعض. مثل جلد وعندي لفافة سطحية، شو هي اللفافة السطحية؟ يعني اللفافة هي شو عبارة عن؟ دهن وريل. يعني عليك، هي عبارة عن لفافة غشائية تدعى سكاربا، بس بس إلها تسمية خاصة هون سكاربا. بكرة بتمرق معكم كثير، الكثير بالطب تلاقوا اللفافة نفسها راحت عند الخصي بصير لها اسم، راحت لعند الكلي بصير لها اسم، راحت لمنطقة الفخذ أول الفخذ بصير لها اسم، حتى ما تتخربط هي نفس اللفافة بتكون بس امتداداتها بتاخذ اسم خاص. إذا اللفافة السطحية بسموها لفافة سكاربا بالقطن. عندي اللفافة العميقة أيضا هي عبارة عن نسيج رئي بتغلف العضلات. العضلات عندي مجموعة عضلات، هلا حناخذهم بالترتيب، المستقيمة والمنحرفة والبطنية وظاهرة وباطنية والمعترضة. اللفافة العرضانية هي اللي تبطن المستعرضة وبتتمادى مع لفافة الغمد. لأنه ليش لفافة الغمد الفخذي؟ هي البكرة حتشوفوا بالفخذ، في أنتوا أخذتوه صحيح، عند اللفافة قوية جدا يعني لها خاصية مو مثل باقي اللفافات. يعني حتى يعني ناخذ منها ونتعمل التطعيم، لأنه من كثر ما قوية تؤخذ وبتطعم فيها. اللفافة خارج البرتوان طبعا دهني والبرتوان الجداري. الجلد يعني هو جلد مثل كل المناطق، لكن عادة مثل انه اخمص القدم بيكون سميك. بعض المناطق
حقيقة الجلد من الأمام بيكون بالبطن، ولكن كل ما رجع للخلف حتى على الاستناد بصير سميك نتيجة الانضغاط. من إيش بتروى الجدار البطن الأمامي؟ هذا هو جدار البطن الأمامي. هي إحنا قلنا بزماناته عند السد الباطن بينزل لتحت، شو بيصير اسمه؟ حجابي، بيعطي الشرسوف العلوي، صح؟ تذكروا هذا الاسم. وايضا بيجيني من عندي من الحركه في الظاهر بيطلع لفوق بيعطيني. اذا عندي شرسوف علوي اللي هو انتهاء الصدر الباطن، وعندي الشريان العضلي الحجاب لساتنا من القسم العلوي ما حتى ايه. اذا نفسه يعني شريان الشرسوف العلوي ولا الشريان العضلي الحجابي اللي هن دغري كلهم شرع سريان صدري الباطن او سدي الباطن نفس الشيء. القسم السفلي بيعطيني شريان الشرسوف السفلي، هو الفرع الحرقوفي الظهر. اذا هو الحرقوفي الظهر، الحرقوفي الظهر اللي هو قلنا فرع الحرقوفي الاصلي بيعطي ظاهر وباطن، والاساس بيجي من الابهر البطني. ابهر البطني. هلا الحرقوفي المنعطف عم يساهم بالمنطقه اللي هو فرع ايضا من الحرقوفي الظاهر. طيب عند الرباط الإربي عندي بعض الفروع اللي حنشوفهم اللي هو اللي هن الشريان المنعطف الحرقوفي السطحي والشريان الشرسوفي السطحي والشريان الحيائي الظاهر. انتوا اخذين شنو دول الفروع؟ اخذينهم انتوا، اتخذتوا الحوض او الطرف السفلي. نعم، ليكن هن بالتسلسل حتشوفوهم، وهذا المنعطف العميق والحيائي، هذا هو الحيائي وهذا هون اوسع تقريبا. احنا شايلين كل الاحشاء، رح نشوف الحرقوفي الظاهر والحرقوفي الباطن والمنعطفات يعني هون اكثر، ما حنوقف كثير عليهم. كيف العود الوريدي بيصير؟ دائما العود الوريدي يساير الشرايين. العود الوريدي هو دائما يساير بالاعلى عند مركز السره، وين بيروح؟ الى الوريد الصدري الباطن. ما انه احنا عند الشريان الصدري باطن او السدي الباطن، اذا بيرجعوا في الاسفل بيروح الشرسوف السطحي والمنعطف، وين بيروحوا؟ على الوريد الصافن او الوريد الفخذي. انت بتعرفوا الصافن هو اللي بيجي مع اللي بيجي من اسفل القدم بالضبط. نعم، وصرنا لعند الوريد الفخذي. عندي ايضا يعني الوريد الشرسوفي السفلي والمنعطف بيروحوا بالحرقوفي الظاهر، والفوق السره بيروحوا لتحت الاجوف العلوي، بالاخير كلهم وين بيوصلوا؟ للاذين اليمنى. حياه بالاخير كل اللي احنا عم ناخذ بعض التفرعات حتى تطموا ببالكم، بس بالاخير كله حيروح على الاجوف العلوي اللي حيجي على اذن الاذين اليمنى، لا حيروح على البطين الايمن. نزح اللمفاوي يعني منطقتين احنا بنهتم فيهم دائما، المنطقه السطحيه والمنطقه العميقه، دائما احنا هدول بناخذهم. اللمف السطحي وين بيروح واللمف العميق؟ عاده دائما نهتم بهم، خاصه وقت بتخاف من الانتقالات وتتابع العقد اللمفيه بكره وتشوفوا. إذا السطحي وين بيروح؟ عند العقد اللي أخذناه، تذكرون القبطية؟ العقد القبطية. نعم. وبيروح أيضا للعقد الإربي، وين العقد الإربي؟ اللي بأسفل عند الرباط الإربي قلنا هون. حيكون عندي إذا عند السطحي بيروح عند العقد الإربي الأمامي. وتحت السرة بيروح عند العقد الإربي السطحي، إذا يا قبطي أمامي يا أو بيروحوا للعقد القبطية الخلفية. طيب العميق اللي بيروح مع الشرايين صوب العقد الصدري الباطني، أخذناها وقتها نحن، تذكروا العقد بالسرة وبالمنصف، تذكروا وقت أخذناه هون. وأيضا عندي الحرقوفية الظاهرة والعقد جانب الأبهر. جانب الأبهر اللي بيكون الأبهر هاي حوالي الأبهر، هي يعني هذول الوقت بيكون وصل الانتقال أو بيكون عنده مشكلة كثير. الجانب الأبهر بيطلعوا على المنصف، اخر شيء بيصلوا لعقد المنصف. تعصيب حسي نحن قلناهم بالاول، مالي حنعيدهم.
شو هي اللفاف السطحية؟ هناخد هلا باللفاف السطحية. اللفاف السطحية عم تنقسم قسمين، طبقة سطحية شحمية وطبقة عميقة غشائية. عادة العميقة الغشائية اللي بتتمادى بتكون مغطي للعضلة، يعني بتكون فوق مع العضلة الصدريتين وبتتمادى مع الطبقة الغشائية، بتصل من فوق لتحت للعجان، يعني بتكون متواصلة مع الصدر وبتتواصل معه، لأنه الجسم مش مقسم، يعني أنه هو متواصل. العجان المنطقة اللي بالحوض اللي عم نسميه العجان، لسا بناخده مع الحوض، ماشي. اللفافة العميقة هي نسيج ضامرخة وتغطي العضلات والتحم بالعضلات، هي اللي بتلف العضلات. العجان هو المنطقة السفلية اللي بيحوي الشرج والأعضاء التناسلي، هذا هو العجان. طيب إذا عضلات جدار البطن، في عندي مستوى ظاهر ومستوى متوسط ومتوسع ومستوى عميق. إذا تحت عندي جلد، تحت جلد، بعدين بيجي عندي طبقات المستوى الظاهر اللي حنشوفه بالوش، يعني إذا أنت الجلد رح تشوف دائما شو اسمها، هي عضلة المستقيم، وهي العضلة نعم. إذا هذول اللي حتشوفوا الدغري بوشك وحتشوف لون صفاقاتهم وتقطعاتهم. إذا المستوى الظاهر عندي العضلتين المستقيم البطنية، هي العضلة الهرمية عضلة كثير صغيرة بالأسفل، يعني هلا أمرجيكم إياها، يعني هي عبارة عن جزء يعني تكاد لا ترى لكن إلى دور. إذا العضلة المحرفة الظاهرة والمستقيمة والعضلة الهرمية، المستوى المتوسط اللي هي العضلة المنحرفة الباطنة، ويأتي في المستوى العميق العضلة المعترضة. إذا هدول هني عضلات البطن اللي نشوفهم من الأمام والجانب، طبعا بالخلف عندي عضلات تانية. سهلة ولا ما سهلة؟ بسيطة. طيب العضلة المنحرفة الظاهرة، العضلة المنحرفة الظاهرة من أين تنشأ؟ دائما العضلات أنا بيهمني فيها دائما أين تنشأ؟ وين بتسترتكز؟ بتتروى؟ بتتعصب؟ شو شغلتها؟ وماذا تعمل؟ منين تنشأ العضلة المنحرفة الظاهرة؟ ليك ولا العضلة المنحرفة الظاهرة طبعا هاي أيوة تنشأ من السطوع الخارجي للأضلاع، كل الأضلاع السفلية، شايف الأضلاع السفلية؟ عدوا لي الأضلاع السفلية كلها بتنشأ من هون، يعني بتنشأ من هون، شايفها شلون هي؟ مادي السفلية تقريبا. وأيضا لا لأن هون في عندي أيضا عضلات، في عضلات عم تنشأ، يعني هي عم تنشأ من بيناتهم، إنه الجسم متماسك، يعني من مو لحالة هيك كل عضلة لحالها وبحدها بتلزق اللي بعدها بتفشها، يعني لا، في تداخل بيناتهم. وعم بتساوي لي ثلاث حزام، واحدة علوية واحدة متوسطة واحدة سفلية. العلوية وين بتذهب؟ عادة بتروح بشكل أفقي، ماشي، والمتوسطة تتجه بشكل مائل للأسفل والأنسي، مائل للأسفل والأنسي. إذا فيش عندي مستقيم، في أسفل، والأخير بتتجه بشكل عمودي. إذا أول واحدة بشكل أفقي، بعدها بتميل، بعدها هيك، وبتلاقي ذلك بتلاقي نصف مروحة هون أوضح واضحة، شايفين شلون؟ هاي هي المنحرفة الظاهرة، عم تطلع من بين بعض الهي وعم تجي تقريبا أفقي، بتميل. وأين ترتكز؟ وين ترتكز؟ إذا عم تطلع من الأضلاع من فوق عم تنزل لتحت، بدها ترتكز مثل ما احنا شايفين، هذا هو ارتكازها، هيك شايفين؟ ها؟ ترتكز لكان ارتكاز عضلي على عرف العاني أنسي ووحشي وخلفي، وأيضا على الرباط الإربي وصفاق المشكل طبعا تحت بالله. إذا لا على هيك لفوق وعلى الرباط الإربي طبعا. الرباط الإربي هو عبارة عن جزء من صفاق العضلي.
ما الرباط الأول ما بدخل بالظاهرة بس بالباطن المطيرة؟ لا لا بيرتبط عليه، لا بيرتبط بيرتكز عليه، بيرتكز بس الرباط بشكل الباطن. هلا حنعطيكم اياها القناة الإرهابية، حنعطيكم اياها بالتفصيل. يعني يا شباب يعني القناة الإرهابية جدار الأمامي وجدار الخلفي حتاخذوها بالتفصيل، شو بيمر منها وكيف بصير فتوق، شو بتنضحك وشلون بتصير. ما عم يعني عم نعطيك بشكل عام بس مشان ما يعني الناس يعني ندخلها بالهي، انه اليوم انا بتنزل المنحرفي الظاهره فوق طبعا انهي من برا، عرفت كيف؟ انت بتشقها بتدخل عند القناه الارهابيه حتاخذوها بالتفصيل، اذا انا كملت بعطيكم اياها او بيجي الدكتور بيعطيكم اياها. العضله المنحرفي الباطني شو هي؟ العضله المنحرفي الباطني شو هي؟ ما انت بينك قاري لان البحث ليش اتخذتوه هذا البحث؟ طيب المنحرف الباطني منين بتنشا؟ ايضا من السلسين الامامي للعرف الحرقوفي. وين السلسين الامامي للعرف الحرقوفي؟ هذا هو عرف الحرقوفي، من هون لهون تلتين الامامي، يعني من هون ورايح يعني من وجه الامامي. اذا تقريبا هون الحقيقه صور اوقات اذا واحد ما تخيل انه هي مجوفه ما حيدرس، انه هي مجوفه هيك تعال. هون اوضح، اذا من هون لهون لعرف الحرقوفي، وايضا من السلسين الوحشيين للرباط الارهابي. الرباط الارهابي هو حيمشى من هون يجي لهون. اذا بتنشا هي من تلتين للرباط، شو اسمه؟ الرباط الارهابي. المشكله الرباط الارهابي هو مشكل من صفاقه، يعني يعني انت مشان يا شباب ان ما تدخلوا بال يعني احنا عم نقول حتى تتخيل انت كيف تمتد ال يعني تحته ما عاد فيه، يعني تحت الرباط الارهابي ما عاد اسمه ظهر، ما في عضلات. انا انت عارف شنو؟ لا في عضلات، هلا بنورجيك عضلات العجان في لها في لها تبعاتها يعني، لكن لو ما في كان سرت لو المنطقه ما فيها عضل وما فيها هي وما فيها صفاق دغري بصير فيها اندحاق وفتق، انتبهت شلون؟ يعني دائما اي منطقه اذا فقط على الجلد هيك بصير الاحشاء برا، وهذا السبب الضعف. ليش نحن قناه الارهابي؟ انه هي فتحه بتكون ضيقه صغيره، بس تكبر بقوم دغري بتجي احشاء البطن، اول شيء بيجي السائل البرتواني، بعدين بفوت شويه سر، بعدين اوقات بتدخل كولون، هيك بتلاقي يعني هي وبصير بعد فتق مختنق وبندخل ب 100 شوي. إذا دائما أنا أحتاج إلى عضلة وصفاق وإلا بيصير اندحاق بالبطن أو بأي مكان، حتى وقت عند الخط الأبيض يوم نحن بنساوي هي بصير عندي فتح خط أبيض، ليه؟ إنه ما كنا خيطنا صح، ما جمعنا الصفاق العضلتين مع بعض. طيب إذا من تلتين أمامي العرف الحرقوفي، من تلتين الوحشين الرباط الأرهابي، أيضا من وجه الباطن اللفافي القطني. وين هي اللفافي القطني؟ يعني ما أنا قلت عندي هون شوف عندي المربع القطني والوسواس، إذا عندي لفافي إلها، إذا بتنشأ من طرفها أيضا العضلة المنحرفي الظاهرة. إذا عندي صار منحرفي ظاهرة من الأمام للخلف، وجواتها شو في عندي؟ المنحرف الباطن ترتكز على الاضلاع الثلاثه والغضاري في السفليه. وين الاضلاع الثلاثه السفليه؟ 10 سنتيمتر. اذا هذا وهذا وهذا ماشي، وايضا ترتكز على ناتئ الرهابه وعلى الخط الابيض، على العرف العاني، على الحدب العاني، على الارتفاق العاني. اذا بتتخيل شلون يعني هي بتنشا من هون ماشي، من هون لهون ومن اللفافي اللي هون مزبوط والأضلاع، وبتجي بترتكز بالأمام على ارتفاق العاني هيك لهدول هيك، يعني تطلع من ورا لقدام وترتكز عليهم. إذا حقيقة أنه حطيت الصورة بس أنا طلعت أنه يعني شو بتطلع أنه أنتوا هذا العرف، يعني عاد تخيل أنه بتتخيل أنت البعد الثالث تبعه وقمت لا على هذه أحسن. إذا سهلة، في سؤال على المنحرف الظاهرة والباطن كيف ينشأه؟ يعني ما فيها أي صعوبة. العضلة شو اسم العضلة المعترضية؟ شو هي العضلة المعترضية؟ أعمق واحدة، ما هيك اتفقنا؟ إنه عندي الظاهرة بالظاهرة والباطن بالمتوسطة، وهيك حفظوها، والمستعرضة بجوا. في عندي عضلة المستقيم الأمامي هاي
وفي عندي الهرمية هي عضلة صغيرة. طيب منين تنشأ العضلة المعترضية؟ تنشأ من السطوح العميقة للغضاريف الضلعية ستة السفلية، ومن اللفاف القطنية، ومن الثلثين الأمامي للعرف الحرقفي، وأيضا من الثلث الوحشي للرباط الإرهابي. إذا هي من داخل هدول تقريبا تشبه المعترضة إذا لاحظي الظاهرة الباطنة يعني. إيه المنحرفي الباطني عفوا. إذا هي من الأضلاع الستة السفلية مع اللفاف القطنية مع الثلثين الأمامية للعرف الحرقفي والثلث الوحشي للرباط الإرهابي. هي بأكد إنه هذا هو العرف الحرقفي. هلا الفرق بين المنحرفي الباطني وهي إنه هذيك بتبدأ من الثلثين، هي بس من الثلث. ماشي؟ وأيضا على جزء من الرباط الإرهابي. يعني وراء هي صراحة هي أراء. هي تكون أراء. العضلة المستقيمة البطنية ما حد إذا هيك نفخ بطنه ما بيشوفها بيفتخروا فيها الرياضيين كثير هيك إيه. هي اللي يعني لها دور كثير بالجزع بالسني. طبعا بتنشا هي من السطح العلوي لارتفاق العاني وعرف العاني. اذا تنشا من هون من تحت من العاني بتطلع لفوق بترتكز على اللسينات والوحشيه والمتوسطه والانسيه للغضاريف الضلعيه الخامس والسادس والسابع. وين هون الخامس والسادس والسابع؟ اذا هذا تبع الاخر شيء السابع ما هيك؟ لا هدول بيجتمعوا مع السابع ما هيك؟ هذا هو السابع ستة هاي خمسة بتطلع من تحت لفوق بشكل مستقيم من هون لهون. إذا بتطلع من ارتفاق العاني إلى الغضاريف. نعم. وأيضا على الرباط الضلعي الرهابي. طيب هاي العضلة إلى ميزة إنه مثل ما شايفين عليها خطوط بيض شايفينها؟ هي لأنه مسميها تتقطع بتقطعات وترية. يعني هي الوحيدة بتشوفها بهالعضلة تقريبا بتتقطع. أول واحد عند ذروة الرهابة، ثاني عند السرة، ثالث في منتصف المسافة ما بين الرهابة والسرة. طبعا صفق العضلات المنحرفة الظاهرة والمنحرفة الباطني هي اللي بتجي بتلف حول المستقيم. هلا بعطيكم مقطع عرضي. انت اليوم ايش عملك الظاهره؟ الظاهره هي بتجي صفاقه قاطعين، ونحن حتى شفنا المستقيم المنحرف الظاهره والمنحرف الباطني صفاق من بيحيط واحد من برا واحد من جوا للمستقيم. فمن الامام ما بتشوفها لانه صفاق الظاهره المنحرف الظاهره هي اللي بتغطي العضله المستقيم. طبعا هدول العضلات الثلاثه المنحرفي الظاهرة، هاي المنحرفي الباطني، هاي المعترضية، وهاي هي المستقيمة. لاحظ أنت لو ما نقصين هالنافذة رح تشوف الصفاق الظاهرة هو مغطي المستقيمة، لا نرى المستقيمة، هون شايلينه نهائيا. فبتلاقي المستقيمة صفاقة عفوا المنحرفي الظاهرة صفاقة كثير قوي ونازل وبيغطي هلا إذا شقينا هاي رح نشوف المنحرفي الباطني. المنحرف الباطني تلاقي اليافة هي اليافة لتحت، هذيك اليافة للأعلى. إذا شلنا المنحرفي الباطني رح نشوف شو المعترضة اللي اليافة تقريبا بشكل معترض. هي الفروق بيناتهم. هني طبعا كله رب العالمين خالق هذا. أنت وقت بتساوي حصير بتساويهم متعاكسين دائما إذا بتعرف شلون، مشان المتانة ومشان ما يصير انضحاك ومشان ما يضعف البطن. إذا هي عضلات دائما خطوطها بدها تكون يعني متداخلة ومتعاكسة بحيث انه يساوي قوي شبكي. فبتلاقي المنحرفي الظاهرة اليافة باتجاه المنحرفي الباطني عكسها، وايضا بتدعمها ايضا المنحرفي او المستعرضة بطريقة. فبصير عندي ثلاث طبقات تقريبا بحيث انه الضغط اللي بالبطن، واحد بياكل واحد بده يحمل بصير ضغط البطن عالي، لو ما كان هيك كان بيفقع وبيطلع لبرا وبصير الانضحاقات. اذا احنا عندي ودائما عندي الصفاق القوي لهذه العضلات اللي بتعطي المتانه جدار البطن. صوت واضح عندكم بالاخير مع يعني الميكروفون جيد ما انت هيك بدي اسمع ما عم يصل الصوت يعني على هذا مو جيد. طيب يعني اذا حطينا
هون. طيب ايه هو هي حط لي قبل القميص مشان يوسخ القميص كمان. اليوم بدك خناقه بالبيت، هلا الدكتوره بتعمل لي خناقه طويله. الله وكيلك. طيب حطه معنا. لا حطوا على القميص احلى. تمام ماشي حال هيك. طيب اخي ما في يعني انت بالبيت لا صدق حد بيعمل، بدك تفوت على البيت بتسلم سلاحك، بدك تقول كل شيء حاضر وتمام لحتى تمشي حالك هالكام ساعه وتطلع من البيت ثاني يوم، ولا بتنكد عليك الامور يعني. فيعني ستات يعني شغلي ودائما يطالبوا بحقوقهم يا زلمه، ما هو يا حرام ما حد بيعرف القصه انه يعني الناس الظلم اللي بدها بحقوق. فاذا هي طبعا هذا هو الرباط الإربي، هذا هو الرباط الإربي. الرباط الإربي هل هو فات بيساوي رباط، ولكن في عندي قناه الإربي، القناه الإربي يعني قناه نعم، وهي الفتحه الإربي الظاهره. وفي عندي طبعا الحقيقه هي كل ما كبر يعني وقت تكون طفل بتكون القناه الإربي دوب الظاهره والباطنه ورا بعض، كل ما كبر تتوسع بتصير قناه طويله بتصير مع الوقت. طبعا هاي شكل ترسيمي لل الحقيقه انا حطيت هدول الصور لتشوفوا انه شلون الصفاق الظاهر المنحرف الظاهر شلون مغطي المستقيمه، يعني شايف شلون هاي العدله المستقيمه هي عليها خط اخضر بس مو مبينين لانه الصفاق القوي يلي هي. ودائما بعد العمليات الجراحيه دائما بنشوف الفتوق اللي بتصير بعد العمل الجراحي لانه ما بنراعي وقت بنخيط هذه الصفق، يعني بيجي الجراح على السرعة أو مساعده ممكن بروح بيسكر بيتسى الصفق هاي، إذا ما سكرها بصير اندحاق، عادة بصير اندحاق وبيضطر يعمل مرة ثانية للمريض لتعمل له، لأنه ما بيراعي هذا الصفق لأنه العضل لحاله لا يكفي لحماية هاي المنطقة عليها ضغط. طبعا هاي حاطينها فقط هي المنحرفة الباطنة، شايفينها كيف بتنشأ من هون وبتطلع لفوق شايفين. طبعا ان فبين معنى المستقيمي، شايفه شلون المستقيمي كيف تنشا من تحت وترتكز فوق. طبعا وهيدي المنحرفه الظاهره شلون نازله اليافه. طبعا هون قايمين احنا صفاق، هذا كله صفاق بيصير الخط الابيض لهون بصير الخط الابيض، هون كاشفين المنحرفه الباطني لوحات يعني بصير. نجي للعضله الهرميه الفظيعه اللي يعني بدك تطلع عليها بالمجهر. وين العضله الهرميه؟ تنشا من السطح الامامي للعاني. وين العاني؟ ها هي العاني، السطح الامامي للعاني شاشين، هاي ارتفاق العاني يعني. بس وين بتروح؟ يعني حقيقه له دوبه تبين هي هون دوبه صغيره يعني. هاي اذا اخذناها هاي الصغيرة شايفين من هون لهون، يعني اللي تحت العصاية هن التوفة صغيرة شايفين، هاي هي عضلة الهرمي، هي جزء بتلاقيها بتصلي بالعضلة مستقيمة. ايه يعني حتى انت بالتشريح ما حتشوفها بس ما هي حقيقة انه عضلة منفصلة بترتكز على الخط الابيض، يعني بتطلع يعني بتطلع من هون تدغري على الخط الابيض. في اللي شفناه الابيض سميناه قلنا العضله المستقيمه، هي العضله المستقيمه شايفينها، اللي حواليها هذا بنسميه غمد المستقيمي، هذا لونه اخضر. اذا هي العضله المستقيمه اللي حواليها الليف اللي حواليها الغمد اللي فيه بنسميها هي بتشكل من صفق العضلات المنحرفه الظاهره والباطنه والمعترضه، شايفينهم احنا هدول ثلاث ورا بعض مو بيجوا وبيلفوا حوالي المستقيمه وهون بيلتقوا بقلنا شو اسمه هان الخط الابيض. اذا هاي بتسموها صفاق العضلي المستقيم. لذلك انت وقت بتعمل شق بكره على البطن يعني حاول تدخل يا هون يا هون، ما تيجي تدخل هيك يعني هذا العونة الجراحه يعني من هلا بتصير، لكن انت لازم دائما تاخذ خطوط الشقوق الجراحيه عاده نحط دائما على الخط الابيض حتى ما نقص العضل. هي بفتح البطن فتح البطن روتيني، فلازم تفتح دائما. طبعا في شق للمراره، في شق للفتق الاربي، في شق الزايدي، بس فتح البطن اللي بتستقصي بطن او بدك تشغل على البطن عاده بيكون شق ناصف هو على هذا الخط الابيض، يعني انت ما تحاول انك تشق العضلات قد ما فيك انك تحاول انه تبعد عن شق العضلات.
طبعا هذا مقاطع بالبطن هون من مستوى الحافه الضلعيه والشوكه الحرقفيه الاماميه، وعندي مستوى الحرقفيه الاماميه والارتفاق العاني، وعندي مستوى يعني لحتى بترا يعني تاخذون عليه مشان تثبيت المعلومه. في شيء في عضله صغيره اسمها العضله المشمريه، هي عضله صغيره موجوده للعضله المشمريه، شايفينها هي جزء من مين العضله اللي سميناها هي المنحرف الباطني، بتتعصب العصب التناسلي الفخذي وعملها هي فقط رفع الخصي. اذا هذه عضله كثير صغيره شايفينها اللي هي هذا الرباط الإربي والحبل المنوي. اذا هي جزء تقريبا هي عضله المنحرف الباطني، حتشوفها هي جزء من منحرف الباطن. شو يعمل عضلات جدار البطن؟ اذا مشان يحفظ البطن تساعد وينها هون هلا هي اول شيء دعم احشاء البطن، والله هي اولها عم طلع عليها هي. دعم وحمايه احشاء البطن هي مزبوط. ثاني شيء الشهيق والزفير، والرجال بيستخدموه اكثر، تعني النساء النساء انه عنده نمط صدري لانه خاصه مشان الحمل وعنده على هيك كان بيختنقوا يعني انه بس الرجال بيعتمدوا. لذلك كل الرجال اللي بصير عندهم بطن او كرش بتلاقي بصير عندهم مشكله بالتنفس، السبب انه بيعتاد هو على النمط البطني. فوقت بصير عندي واحد بيقول لك اكل حتى يختنق من الاكل، تذكر هي التعبير الدارج، بياكل حتى اختنق من الاكل، ليه؟ لانه بيعتمد على التنفس على البطن. وتساعد ايضا بالضغط، انت يحتاج الى رفع الضغط بالبطن، فبيساعد على الاقياء ولا التبول ولا المخاط. يعني حتى بالمخاط هلا ما شاء الله بيستخدموا بصير بيكبسوا كبس على البطن حتى يعني احدى يعني هي بتستخدم لكن فيها تطرف يعني انا مره شفت هاي بيحطوا هيك وكانوا عم يشتغلوا يعني بعمق اكثر من اللازم يعني. وعندي المحرك الباطن ايضا تساعد في سني الجزع للامام والجانب، العضله المستقيمه شو قلنا شو ايش اهم شيء؟ للامام، وتساعد في توتير الخط الابيض اثناء الانثناء يعني كلمه. طيب تعصيب العضلات جدار البطن، مين بتعصبوا العضلات؟ المنحرفي الظاهره والباطني والمعترضي، مين بتعصب؟ يعني الصراحه انت اليوم اذا قلت الاعصاب الوربيه دائما بالبطن خلص حستفيد، يعني حتى بالصدر كل شيء اعصاب الوربيه بالجلد بالهي، يعني اكثر هذه المناطق بتعصب من الاعصاب الوربيه الست السفليه والعصب القطني الاول والحرقفي والحرقفي الخصي. المستقيم البطني من الاعصاب الوربيه الصدريه الست السفليه، والعضله الهرميه تتعصب قلنا من عضله ال 12. عندنا اللفافي المستقيمي، وفي عندنا شيء اسمه اللفافي، وين اللفافي المعترضه؟ وينها؟ هي تحت عضلة المعترضة. يعني عضلة. ايه هلا هاي البرتوان اللي فيها. ايه اخر شيء البرتوان. قبل البرتوان. اللي فوقه نعم هو قبل البرتوان. إذا هذا البرتوان اللي بلف، إذا هي طبقة اللي فيها تبطن الوجه الخلفي للعضلة المعترضة البطنية. ما قلنا نحن عندي ثلاث طبقات، الطبقة الداخلية هي المعترضة. هي اللي بالطبقة اللي هاي البرتوان اللي فوق البرتوان تماما تتصل باللفاف الكلوي بالجانبين وبالأسفل مع اللفاف المغطي للعضلة الحرقفية، وأيضا تصل يمكن المربع القطني واللفاف الحوضية وتغلف الأوعية الكلية. إذا هذه هي اللفافة اللي سميناها المعترضة، لأن دائما بتقول والله عندي ورم أو واصل متخطي لفاف المعترضة، أنت مشان تعرف وين يعني لازم تصير عندك تخيل انه وين اللفافه المعترضه، وين اللفافه اللي احنا الغمد المستقيم يعني هون، اللفافه المعترضه على الجنب، تتخيل وين اماكن تبعها.